السلام عليكم أصدقائي في حلقة من حلقات تيك جيستيون سور يوتيوب. في الحلقة الأخيرة المخصصة للدياغنوستيك فينونسيير لابارتي ديال طابلو دي فينونسمون في لابارتي الأخيرة ديالو لابارتي 3. اليوم غنتعرفوا عليها على طابلو دي فينونسمون أو لا بالأحرى طابلو دي غوسورس إيزومبلوا. دونك إلا قلنا طابلو دي فينونسمون خاصنا نجمعوا فيه طابلو ديال سينتيز دي ماس بلس طابلو ديال غوسورس ايزامبلوا. دونك اليوم غنشوفوا لا بارتي الاخيره اللي هي طابلو دو ريسورس ايزامبلوا او لا امبلوا اي ريسورس. دونك هو على هذا الشكل هذا طابلو على هذا الشكل هذا. دونك فقط غتعرفوا كيفاش كنعمروا هذا الطابلو هذا. دونك اول حاجه كيف ما كتلاحظوا في لي ريسورس طابل دو ليكزيرسيس الريسورس طابل في ليكزيرسيس ليكزيرسيس اللي مطلوب مني انا نديرو كيعطيني عام ديال 2009 البيلون ديال 2009 والبيلون ديال 2010. دونك العام اللي غنصاوب عليه لو بيلون فينونسيير في الطابلو دو فينونسمون او لا طابلو دي زامبلوا اي ريسورس هو العام ديال 2010 العام الجديد العام الثاني. دونك ريسورس طابل دو ليكزيرسيس داكور ريسورس طابل دو ليكزيرسيس اشنو داخل فيهم؟ داخل فيهم اوتو فينونسمون. لوتو فينونسمون ديجا كنحطها هنا في الريسورس داكور. دونك ديجا لوطو فينونسمون شرحت لكم في الحلقه السابقه كيفاش كتحسب. كتحسب انطلاقا من لاكاف ولاكاف بالميثود اديتيف. ديجا في الحلقه السابقه شرحتها لكم. فقط في هذه الحلقه غادي يكون واحد مستجد واحد تصحيح ديال واحد المعلومه في الاخر حلقه غادي نقولها لكم ان شاء الله. دونك عندنا لوطو فينونسمون معروف كيفاش كيتحسب كنحطوه في الغوسورس. ديستريبيسيون دو بينيفيس او لا ديفيدون ديفيدون كيتحط هنايا في لومبلوا او لا كاباسيتي دو فينونسمون اللي هي لا كاف. ديجا تحسبوا حتى هي بالميثود اديتيف ف ملي كتبغوا تحسبوا لوطو فينونسمون لا كاف غتحطها في الغوسورس. دونك في الغوسورس غنمشي سيسيون اي ريدكسيون دي زيموبيليزاسيون. عندنا 3 تيب او لا 4 تيب 3 تيب عفوا سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل والسيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. فقط اشنو بغيت نشير لواحد المعلومه هنا بالنسبه لهادو كنحط فيهم ما كنمشيش للديمينيسيون اللي في طابلو دي زيموبيليزاسيون لا كنحط فيهم يا اما البري دي سيسيون تيقول لي ها بشحال بعت هاد لي موبيليزاسيون كنحط البري دي سيسيون داكور او لا البرودوي دي سيسيون. البرودوي دي سيسيون ديجا في الحلقه لا بارتي 2 شرحت لكم كيفاش او شنو هو البرودوي دي سيسيون كيفاش كيتحسب اللي هو لا فينا بلس الفالي او لا موان فالي. الا كان عندك بلس فالي غتزيدو الا كان عندك موان فالي غتنقصو. دونك هادي هي البرودوي سيسيون. دونك هنا تنحط الكل وحده على حسب النوع اللي عندي. الا كان عندي انكوربوريل غنحطو هنايا في الغوسورس انكوربوريل غنحط ليه البريسيسيون او لا البرودوي سيسيون. الكوربوريل حتى هو البريسيسيون او لا البرودوي سيسيون او الفينونسيير لي موبيليزاسيون فينونسيير بحال مثلا تي بي بحال هادشي. دونك تي بي سي تان ايموبيليزاسيون فينونسيير. دونك الى تباع كنحط ليه البري دي سيسيون ديالو اولا البرودوي دي سيسيون اللي ديجا حسبت داكوغ. دونك هنا بالنسبه للغوسورس غنحط لهاد لي سيسيون غنحط ليهم البري دي سيسيون اولا البرودوي دي سيسيون. هادي معلومه. ريكيبيراسيون سور كريونس ايموبيليزي. ريكيبيراسيون ما معناها ريكيبيراسيون شي حاجه جات لعندي شي خديتها استرجعتها استرجعت ان كريونس ايموبيليزي. لي كريونس ايموبيليزي بحال لي بري بري ايموبيليزي. البري ايموبيليزي مثلا كنت مسلف واحد السالاري ديالي واحد الدين ورجعوا لي الشركه ديالي. دونك ريكيبيراسيون استرجعت واحد الدين اللي كنت انا مسلفه لواحد اخر. دونك اش كندير كنقارن مثلا عندي البري ايموبيليزي في ان فلاني في البيلون ديال ان كان 10000 ياك وفي البيلون ديال ان بلس 1 ولا 8000. دونك اشنو ريكيبيراسيون ديال 2000 ديمينيسيون ديال 2000. دونك 2000 هي اللي غنحط مثلا في ريكيبيراسيون دو كريونس ايموبيليزي هنايا غنديرها في الغوسورس هنا ديمينيسيون دو بري ايموبيليزي بار اكزومبل. انا كنمشي للديمينيسيون ديال اي كريونس ايموبيليزي اي كريونس ايموبيليزي عندي كنمشي للديمينيسيون ديال طابلو دي زيموبيليزاسيون وتنشوف الديمينيسيون شحال. ديك الديمينيسيون هنا تنحط في الريكيبيراسيون دو كريونس ايموبيليزي في الغوسورس داكوغ. اوغمونتاسيون دو كابيتو بروبر اي اسيميلي.
دونك اوغمونطاسيون دو كابيتال اش كندير فيها؟ كنطبق هاد العلاقه هادي. العلاقه هادي اللي هي اش كتقول ليا؟ لوغمونطاسيون دو كابيتال كيساوي الكابيتال ديال ان بلس 1 ناقص الكابيتال ديال ان ناقص واحد الفورميل اكس. الفورميل اكس ها هي اللي هي الغيزيرف ديال ان بلس 1 ناقص غيزيرف ديال ان بلس واحد الفورميل ايغريك. والفورميل ايغريك ها هي اللي هي الريزلت ديال ان موان ديفيدوند اللي تيكونوا عاطينو لك في ليكزيرسيس. تيقول لك هاد ديفيدوند 60000 غديستريبيا سو فورم دو ديفيدوند باغ اكزومبل اولا 70000 سو فورم دو ديفيدوند كيكون عاطينها لك وسط ليكزيرسيس في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ناقص رابور روبو ا نوفو. دونك هادي هي لا فورميل اي. دونك لوغمونطاسيون دو كابيتال كتساوي الكابيتال ديال ان بلس 1 ناقص كابيتال ديال ان ناقص الريزيرف ديال ان بلس 1 ناقص الريزيرف ديال ان بلس ريزلت ديال ان ناقص ديفيدوند ناقص الروبور ا نوفو. داكوغ. دونك هادي هي لا فورميل ديال اوغمونطاسيون دو كابيتال اولا ديال اوغمونطاسيون دو كابيتال بروبر. غنحطها في الغوسورس دائما. بالنسبه لاوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون انا غادي نشوفها في هاد لابارتي. لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون كتساوي الغومبورسومون. كيقول لي في التمرين راني خلصت واحد غومبورسيت يعني خلصت واحد لومبران يعني لومبران هو ديت دو فينونسمون. دونك كيقول لي خلصت واحد 40000 ديال واحد لومبران ديجا خديتو. دونك هذيك 40000 هي الغومبورسومون خلاص. دونك الا كان عاطيني الغومبورسومون في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اسمعني مزيان. الا كان عاطيني الغومبورسومون في لي زانفورماسيون كومبليمونتير وبغيت نحسب لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون شحال كناخذ الغومبورسومون اللي عاطيني في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ناقص بين قوسين لومبران ديال ان لومبران اللي عندي في ان مثلا 2002 وناقص لومبران اللي عندي في 2003 بار اكزومبل. دونك هذا هو لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون كتساوي الغومبورسومون ناقص لومبران ديال ان ناقص لومبران ديال ان بلس 1 دونك كيعطيني الغومبورسومون اولا كيعطيني لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون. رجعوا للطابلو ديالنا. بالنسبه ملي كنسالي هاد لابارتي هادي ديال لي غوسورس كنجمع التوتال ديال لي غوسورس طابل ا زائد بي زائد سي زائد دي ها هو كنحطو هنا. داكوغ. كنمشي لابارتي الثانيه اللي متعلقه بلي زومبلوا. لومبلوا ستابل دو ليكزيرسيس l'acquisition et augmentation des immobilisations. D'accord, on chauffe. L'acquisition et augmentation des immobilisations, qu'on mchi le tableau des immobilisations ou qu'on chauffe l'augmentation, yani l'augmentation du tableau des immobilisations, l'augmentation du tableau des immobilisations. Qu'on mchi l'augmentation, la partie de l'augmentation, indique qui fait l'acquisition et augmentation des immobilisations. كل ايموبيليزاسيون على حسب النوع ديالها. لانكوربوريل كنحطو في لانكوربوريل والكوربوريل كنحطو في الكوربوريل والفينونسيير كنحطو في الفينونسيير عفوا. دونك هادو كاملين تنحطهم في لومبلوا. هادو في لومبلوا هنا اكيزيسيون دي ايموبيليزاسيون انكوربوريل او لا كوربوريل او لا ايموبيليزاسيون فينونسيير ثلاثه تنحطهم في لومبلوا. كنمشي لاوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي. L'augmentation des créances immobilisées, fin qu'on va voir. Qu'on va voir l'augmentation du tableau des immobilisations dans les créances immobilisées, comme les prêts immobilisés, par exemple. Qu'on va voir l'augmentation de la Z. Il y a Z, j'ai pris un... J'ai pris un salarié, j'ai pris un salarié, ou un travail, ou un ouvrier, j'ai pris un deal. Donc, pour moi, تزادو لي كريونس ايموبيليزي ديال لونتربريز باقي ما خديت والو تزادو بديت كنزيد فيهم. دونك كنمشي للطابلو دي زيموبيليزاسيون في لابارتي ديال لوغمونطاسيون وكنشوف لي كريونس ايموبيليزي بحال البخي ايموبيليزي باغ اكزومبل الى غير ذلك. كنشوف لوغمونطاسيون ديالو هذاك الشيء باش تزاد هذيك لوغمونطاسيون تنحطها في لوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي هنا وكنحطها في لومبلوا. اولا تيقول ليا راه خديت واحد الكريونس ايموبيليزي ولا واحد البخي
خديت واحد البخي، خدا واحد البخي مثلا، كيقول لي لونتربريز عطات واحد البخي لواحد السالاري مثلا، واحد بخي ايموبيليزي لواحد السالاري، هذاك القيمه باش عطاته هذاك البخي ايموبيليزي راه في حد ذاتها اوغمونطاسيون دو كريونس ايموبيليزي. داكو هذا باش نكونوا بصريح العباره. دونك في التمرين تيكون على هذا الشكل هذا، يا اما تيقول لك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير راه لونتربريز عطات واحد البخي ايموبيليزي لواحد السالاري ولا واحد لوفري، اولا كتشوف طابلو دي زيموبيليزاسيون لوغمونطاسيون ديال الكريونس ايموبيليزي ديال البخي ايموبيليزي مثلا. دونك هذه نقطه. رومبورسمون دو كابيتو بروبر هذه ما كتكونش في الغالب الاحيان. دونك نتوما في البروغرام ديالكم في البروغرام او ماروك، دونك اش كيقول لك الرومبورسمون دو كابيتو بروبر هي معناتها بحال شي واحد جا بغى يستثمر عندنا في الشركه ديالنا اولا بغى يساهم في الشركه، تيجيب الراس مال ديالو وتيدخل به في الشركه، دونك كيخلص الكابيتو بروبر، يعني كتولي عنده واحد لابارتي من الكابيتو بروبر حتى هو تيدخل بها للشركه. دونك هذه ما تتكونش، هذه ما كايناش. دونك الغومبورسمون دي ديت دو فينونسمون، انا غنرجع الغومبورسمون دي ديت دو فينونسمون نفس الفورمي اللي شفتها قبيله. هاد الغومبورسمون باش كنجبدو، كنجبدو بهاد لافورمي اللي قلنا قبيله. اش كندير؟ كيكون عندي واحد لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون. لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون تيقول لي في التمرين ولا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، سمعني مزيان، تيقول لي راه لونتربريز خدات واحد لومبرون، دونك خدات واحد لومبرون يعني زادت لي ديت دو فينونسمون عليها هي، تزادوا لي ديت ديالها لي ديت فينونسمون ولا الكريديات ديالها تزادوا. دونك هذاك الثمن باش خدات هذاك القيمه ولا هذاك لومبرون اللي خدات، كنحطو هذيك القيمه اللي قال لي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، قال لي ها شحال خديت. دونك خدات واحد 60000 درهم اولا 6 المليار اولا 6 المليون ديال الدرهم كاونبرون، هذيك 6 المليون راه ولات اوغمونطاسيون دي دو فينونسمون. ها انا عرفت الاوغمونطاسيون دي دو فينونسمون، الغومبورسمون ما عنديش، باش كندير هذيك 6 المليون هنايا كتساوي لي الغومبورسمون ناقص نحسب لومبرون ديال ان ناقص لومبرون ديال ان بلس 1 وغادي نلقى الغومبورسمون. غنشد لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون ونزيد عليها هاد الشيء هذا اللي لقيته هنا زائد هاد الشيء كيعطيني لو غومبورسمون، وغنحطو نرجع وغنحطو هنايا لوغومبورسمون دي ديت دو فينونسمون في لومبلوا دائما لي زومبلوا اون نون فالور اش، غنشوف لا فورميل ديالها ولا المعنى ديالها ملي غنجيبها. لي زومبلوا اون نون فالور كنمشي l'augmentation des immobilisations en non-valeur. هذه معلومه. نمشي للطابلو دي زيموبيليزاسيون كنشوف l'augmentation ديال لي زيموبيليزاسيون en non-valeur بحال لي فري بريليمينير مثلا سيتا اون ايموبيليزاسيون en non-valeur. كنمشي l'augmentation في الطابلو دي زيموبيليزاسيون كناخذ هذيك l'augmentation ديال لي زيموبيليزاسيون en non-valeur كاملين ونحطهم هنايا ف في لي زومبلوا اون نون فالور هنايا لتحت في لي زومبلوا اون نون فالور. دونك هاد المرحله ساليتها. اخر حاجه كنجمع لي زومبلوا ستابل، كنجمع التوتال ديالهم هنايا لي زومبلوا كاملين او زائد اف زائد جي زائد اش. داكوغ كنمشي لابارتي الثالثه لا فارياسيون دو بيزوان دو فينونسمون جلوبال بي اف جي. البي اف جي مين غنجيب لا فارياسيون ديالو كنمشي للطابلو دو سانتيز دي ماس اللي شرحت لكم في الحلقه السابقه، كنمشي لا فارياسيون ديال البي اف جي. لا فارياسيون ماشي لومبلوا ماشي ان ماشي ان بلس 1، الفرق ما بيناتهم الفرق ما بين ان بلس 1 وان لا فارياسيون. لا فارياسيون الا كانت في لومبلوا في الطابلو دو سانتيز دي ماس غنحطها في لومبلوا هنايا في طابلو دي زومبلوا اي ريسورس، ولا كانت في الريسورس غنحطها في الريسورس. خصني نشوف الطابلو دو سانتيز دي ماس فين كاينه هي، الا كانت لا فارياسيون في لومبلوا نحطها في لومبلوا هنا، والا كانت في الغوسورس نحطها في الغوسورس، صافي سي فيني. اما لا فارياسيون دو تريزوروري غنمشي لا فارياسيون دو تريزوروري او نيفو ديال الطابلو دو سانتيز دي ماس، غنشوف عاوتاني نفس الشيء، الا لقيتها في الطابلو دو سانتيز دي ماس كاينه في لومبلوا غنحطها في لومبلوا، والا كاينه في الغوسورس غنحطها في الغوسورس، ومن بعد غنجمع التوتال جينيرال. لوبجيكتيف شنو هو؟ لوبجيكتيف شنو هو؟ هو ان
التوتال ديال لي زومبلوا خاصو يساوي ليا التوتال ديال لي غوسورس، او بمعنى اخر خاص يكون عندي ان ايكيليبر ما بين لي زومبلوا اي غوسورس. هذا هو لوبجيكتيف فينال باش نعرف بان التمرين ديالي او الطابلو ديالي صحيح. نمشي لواحد المعلومه اللي نسيت ما شرتهاش لكم في الحلقه السابقه، او لا كان وقع واحد اللبس او واحد الخطا. دونك بالنسبه لي دوطاسيون ملي كتبغي تصاوب اولا تحسب لوطو فينونسمون اولا لاكاف في لا ميثود اديتيف، ملي كتوصل لهاد المرحله ديال انك تحسب لوطو فينونسمون اولا لاكاف في طابلو دو ريسورس اي اوزامبلوا، لي دوطاسيون هما لوغمونطاسيون دي زامورتيسمون اي اوغمونطاسيون دي بروفيزيون. لوغمونطاسيون دي زامورتيسمون في طابلو دامورتيسمون و لوغمونطاسيون في طابلو دو بروفيزيون، بجوج كنجمعهم. اما لي ريبريز، لي ريبريز سمعوني مزيان، لي ريبريز هما ديمينيسيون في الطابلو دو بروفيزيون. كنمشي للطابلو دو بروفيزيون كنلقى ديمينيسيون، لا بارتي ديال ديمينيسيون هذيك هي المخصصه للريبريز. فيما يخص هذه المعلومه فقط اعيد تكرار، لي دوطاسيون كنمشي لوغمونطاسيون ديال الطابلو دامورتيسمون و لوغمونطاسيون ديال الطابلو دو بروفيزيون، كنجمع لي دوطاسيون. بغيت نجمعهم جمعهم، بغيت نفرقهم على حساب دوطاسيون ديكسبلواتاسيون، دوطاسيون نو كورون، دوطاسيون فينونسيير الى غير ذلك. اما بالنسبه للريبريز فهي ديمينيسيون اللي كاينه في الطابلو دو بروفيزيون. هذه المعلومه فقط اللي بغيت نشير ليها حيت كان وقع واحد اللبس واعتذر عن هذا. دونك هنا لي زامي انتهت الحلقه ديالنا المخصصه لاخر فقره ولا اخر بارتي من البارتي دو طابلو دو فينونسمون اللي فيها طابلو دومبلوا اي غوسورس. نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا الحلقه. انتظرونا في اكزرسيس و او اف ام و اكزاما على قناتكم الوفيه تك جيستيون. الى الملتقى مع تحياتي.